اهلا بيكم، حلقه جديده النهارده، فيديو جديد عن الابراج. وقررنا النهارده نتكلم بناء على طلبكم انتوا، مين هم الابراج الاكثر انتقاميه؟ يعني الابراج ديت ما بتسكتش عن حقها اطلاقا، لازم تاخد حقها، وانتقاميه يعني بتدي رد فعل انتقامي صعب. في ابراج طبعا بتبقى ابراج سلسه كده، مش بتبقى انتقامية، بتلاتة جو يعني. انت لو عملت لها حاجة بتقولك يلا مع السلامة، مش ما بتحبش الحروب، ما بتحبش المشاكل، ما بتحبش، بتعدي يعني. اوكي طيب، ده الجزء الاول، هنعمل جزء تاني. اوكي فخلونا نقول، انا هقول النهاردة مين اكتر 5 ابراج انتقامية ما بتسيبش حقها اطلاقا، وهقول كل برج بيحب ينتقم ازاي في حلقة تانية. يعني درجة او انتقامية كل برج، كل برج بينتقم وبياخد حقه ازاي، هنعملها في فيديو تاني او في حلقة تانية. بس النهاردة انا كلام مين هم الابراج الانتقامية. قبل ما ابتدي في الفيديو، عايزة كل حد يتفرج عليا دلوقتي قولولي انتوا برج ايه، وقولولي انتوا بتحسوا ان انتوا انتقاميين ولا لا. يعني انا هقولكم في اخر الفيديو انا برج ايه وبحس ان انا انتقامية ولا لا، وبعمل ايه لما حد بيضايقني. طيب، وعايزاكم تتخيلوا مين هم اكتر 4 او 5 اكتر 3 ابراج. انا هقول 5 وقولولي اكتر ابراج قابلتهم في حياتكم وتعاملتوا معاهم في حياتكم واكتشفتوا ان هم ابراج انتقاميه ما بتسيبش حقها اطلاقا. يعني حقي إيه هجيبه، يعني هجيبه لو عدى قد ايه. طيب ثانك يو يا جماعه بجد، كل المسجز اللي بتجي لي على الانستجرام، وشكرا لكل الناس اللي ريجسترد في الكورس بتاع الـ بتاع القانون الجذب. احنا عايزه اقول لكم ان احنا جالنا 2000 اصلا، 2000 ريكوست، احنا اخترنا منهم اول 50 علشان الكورس. ثانك يو. خلونا نبتدي النهارده نقول مين الابراج الاكثر انتقاميه. طيب رقم 1 بلا، مش بالترتيب، انا مش هقولهم بالترتيب، بس في الاخر كده هقول لكم مين الاكثر انتقاميه. طبعا ومما لا شك فيه برج القوس. برج القوس ده برج حمائي، برج ناري، فبالتالي انت لو خبطته خبطه كده هو مش هيفكر، هيخبطك نفس الخبطه، فهو بيرد رد فعله، هو في حد اسرع منه بس هو ما بيسكتش عن حقه اطلاقا، انتقامي جدا. لو انت عملت فيه حاجه هيحطها في دماغه وراك يعني، هو مهما حصل هجيب حقي، يعني هجيب حقي، وبيجيبه بانفعال، بيجيبه بالقوه، بيجيبه بدراعه اكتر. في ابراج بتاخد حقها بالمايند، بالتجاهل، بالمايند جيمز. لا، القوس هياخده بقى بانفعاليه، هياخده بقوه، هياخده يعني حد خبطني خبطه هخبطه خبطه اقوى منه مرتين، بس القوس مش هيبقى سريع قوي، يعني متوسط السرعه في رد الفعل. لا، في ابراج تانية رد فعلها قوي جدا جدا وعنيف قوي قوي، فالقوس رد فعله عنيف، ما بيسكتش عن حقه، انفعالي، هو بيتعصب، وهو دايما من الابراج اللي عنده اكستريم، يعني هو من الابراج اللي بيتخطى الحدود دايما، يعني هو مش بيعرف يتحكم في انفعالاته، مش بيعرف يتحكم في ردود افعاله، وممكن يتخطى الحدود. يعني القوس ده خاف من غضبه بجد، يعني في ابراج كده لما هتزعل هتزعلك، فالقوس ايكوال لما ازعل هزعلك وهزعلك قوي كمان. هو مش بيفكر، يعني هو بيستخدم اكتر قوته في ان هو يعني بياخد حقه بدراعه، يعني زي ما انا قلت لكم كده، ايه بياخد حقه بدراعه وفظيع في الابراج، فهو من الابراج الانتقاميه جدا. اوكي طيب، يبقى اول برج قلنا برج القوس، قولوا لي انتوا متفقين معايا ولا لا، ولو بتتعاملوا مع قوس قولوا لي بتحسوه انتقامي ولا لا. اوكي طيب، نيجي بعد كده على برج تاني من الابراج الانتقاميه جدا جدا، وردود افعالها قويه جدا جدا، وما يبانش عليه قوي، برج الحمل. برج الحمل لا، ما يبانش عليه، سوري، ده واحد تاني كنت اقوله، ده بيبان عليه جدا. الحمل عامل زي البيبيهات بقى، لو انت عملت لي كده، لا ده انا هعمل لك كده في نفس ذات اللحظه. القوس ممكن يستنى شويه، الحمل انت خبطتني، لا انا مش هستنى. الحمل حمائي ومتهور ومتسرع واندفاعي فخلاص مش بيستنى، بياخد حقه في نفس اللحظه، ما بيقدرش يستنى حتى منك. انت قلت له كلمه ضايقته ومردد عليك ب10، وهيرد عليك بقله ادب. الحمل اجريسيف وعنيف في رد فعله، وعصبي جدا جدا. انا هعمل لكم فيديو اقول لكم مين ابراج العصبيه. الحمل احذروا عصبيته، لان هيقول لكم كلام جارح، هيقول كلام يوجع. رد فعله ما بيفكرش قبل رد فعله، هو عامل زي البيبيز، عامل زي الاطفال، هو اصلا حمل اللي هو الطفل بتاع الابراج، فبالتالي من غير ما يفكر هيكون انفعالي، هيكون قوي في رد فعله، وبرده مش من الابراج اللي بتفكر في ردود افعالها. هو رد فعله عنيف جدا وقوي جدا ومن غير استخدام مخه، يعني هو مش بيستخدم مخه، بيستخدم عنف، يعني هو عنيف جدا
وصعب ان هو يسكت عن حقه. بالعكس هو انا هجيب حقي يعني هجيب حقي، وعنده الانتقامية والريفنج دي حاجة اساسية في حياته ومش بيفكر. قلت وده عشان كده دايما اقول لكم على فكرة على حاجة تانية، الحمل ممكن يقول كلام كتير يزعل، ممكن يقول حاجات كتير تزعل ويجي بعد كده يندم، يعني يجي بعد كده يزعل يقول يا ريتني ما كنت قلت كده، انا كنت قليل الذوق قوي، ايه ده انا ازاي عملت كذا. فبيبقى ايه متضايق من نفسه جدا، يعني حاسس ان هو كان لا ما كانش المفروض يعمل كده. فالحمل من الابراج اللي ممكن تعاتب نفسها بعد كده ويتضايق ان هو عمل كده. عشان كده الحمل ممكن يرجع في كلامه، يعني الحمل لو هو حس ان هو قل ادبه عليك او ان هو تهور عليك او ان هو يعني تعصب عليك، ممكن بعد كده لو حس بيجي يعتذر. على فكره الحمل مش من الابراج، يعني بيعاتب نفسه لان هو حنين في الاخر، حمل من الابراج الحنينه، فبالتالي بيجي يقول اللي انا عملته ده، طب يا ريتني ما عملت كذا. بس هو ما بيسكتش عن حق، استحاله. وده رهان ما بيني انا كراشا مراد وما بين اي حد بيتفرج عليا دلوقتي ان الحمل ممكن يسيب حقه اطلاقا اطلاقا بتاتا بتاتا. وزي ما قلت لكم مش هيفكر وهياخد حقه، اسرع واحد ياخد حقه هو حمل. اوكي حتى في الكلام، يعني مش بس عم في الكلام، حد قال له بم بيقول له بمين على طول. قولوا لي الكلام ده متفقين فيه يا جماعه ولا لا؟ طيب نكمل بعد كده. طيب البرج اللي بعد كده هنقول عليه ان هو برج انتقامي جدا ومش سهل جدا. هو برج بقى معروف، يعني معروف ان هو انتقامه انتقام الجبابره، يعني برج جبار في انتقامه. مع ان هو هادي كده ورومانسي وحبيب اكيد عرفتوه. هو برج العقرب. برج العقرب ده الملك بقى بتاع الانتقام، اللي هو البلاك ريفنج، الانتقام الاسود بتاع برج العقرب. العقرب بقى مش هينتقم منك في نفس ذات اللحظه ولا اي حاجه خالص، لا هيسيبك تعمل اللي انت عايزه، بس تعالى لي بقى يابا كده. هو بينه وبين نفسه عمال بيتكتك وعمال بيفكر وبيجيب حقه، بس بعد فتره لا بيجيب حقه بقى. يعني انت لو يعني حال هيضربك بنفس القوه، يعني انت عملت له اكس هو يعمل لك اكس، لا العرب انت عملت له اكس هيعمل لك كده، هيجيبك ارض على طول. لان هو من اقوى الابراج في الانتقاميه، لان هو دماغه شويه ايه، هو ده بقى العقرب. العقرب ده لو انت ما عملتلوش حاجه مش هيلسعك، مش هيجي ناحيتك. لو انت ماشي في طريقك والعقرب ماشي في طريقه هيبقى ايه، هو كافي شره. اما لو انت جيت بس عملت له اي حاجه لازم بقى يلسعك، ولسعه العقرب معروفه جدا، يعني هي لسعه مميته. الحمل هيضربك من غير ما يموتك، لا العقرب هيقدر يقتلك، وهيعرف يعمل كده بذكاء وبمهاره وبتكتيك، لانه هيتكتك. العقرب هياخدها بقى وايه بانتقاميه محترفه، يعني هو هيعرف يعمل كده باحتراف شديد. عشان كده يا جماعه اتقوا شر برج العقرب، لان هو شراني بجد. يعني هو فعلا العقرب اتقي شر الحليم اذا غضب، يعني مش هيسيب حقه، وهياخده تالت ومتالت، وهياخده بقوه اكبر بكتير جدا من الخبطه اللي اتخبطها. اوكي فالعقرب برج انتقامه انتقام مميت، معروف كده ان العقرب من الابراج العنيفه الانتقاميه الصعبه. عشان كده الناس بتخاف من برج العقرب، بس انت عمرك ما تخاف من العقرب طالما انت، يعني هو دايما هيكون رد فعل، لان هو مش هيعملك حاجه لما انت تاذيه او ان انت تاذي مشاعره. هو سنسيتيف شويه، دي مشكله عنده، هو حساس، فبالتالي ممكن تكونش عملت له حاجه كبيره، هو ياخدها بقى ويسخن نفسه ويقول لا انا ما اقبلش، وفجاه تلاقيه الريفنج بتاعه او الانتقام بتاعه هيبقى تريبل، هيبقى صعب جدا ومش سهل اطلاقا. طيب بعد كده جينا عند برج بقى ايه طب 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 في الانتقام، وبرج بقى تكتيكي، وهيلعب هيكرهك في حياتك من غير ما يعمل اي حاجه، اللي هو ايه عارف انت، عارف انت اللي هو القتل البطيء، القتل هيقتلك بس ببطء شديد جدا، ويعني بيسم اللي هو ممكن لا هو عنده قوة العقل بقى، مش هيستخدم قوة ولا حاجة، وانت خبطته ممكن يسيبك سنة وهو عمال تخليك تلف حوالين نفسك من غير ما يعمل اي اكشن. هو برج الثور. برج الثور من الابراج الشيالة، يعني مثلا ايه مش بينسى بسهولة، وخاصة الاذية، وهو عنده الانا بتاعته والايجو بتاعه عالي قوي، فبالتالي الثور لو انت جيت ناحيته ماشي يا حلو خلاص، مش انت عملت كده عيش بقى اللي انا هعمله فيك. هو بيتجاهل بشكل قوي جدا، ملك التجاهل هو برج الثور. يعني الثور في برج تاني هنبقى نتكلم عن التجاهل ده في حلقه تانيه. فالثور بيعرف يتجاهلك لدرجه ان هو مش شايفك. إيه انت ممكن بقى تحس ان انت عملت فيه حاجه وعايز تصالحه، انسى بقى، لان الثور من الابراج اللي لو هي خلاص غيرت اتجاهها عمرها ما بتبص وراها اطلاقا. فبالتالي هو لو قرر ان هو يتجاهلك هو مش هيأذيك، بس هيخليك تحس ان انت ولا حاجه. عارفين انتوا ولا حاجه، هو مش شايفك، هو فعلا مش بيبقى شايفك، مش سامعك، مش حاسك، مش اي حاجه في الدنيا. فانتقامه انتقام بطيء بس برضه مميت، لا يقل قوه على انتقام العقرب.
يعني مش زي الحمل والقوس وانتقام السريع، مش هيبقى قوي جدا لان هو مش مستخدم مخه، لا ده ده الثور هيتكتك لك وهيتكتك لك، هيستخدم مايندز جيم، وهو مش متهور في رد فعله. يعني الثور مش هيديك رد فعل، مش هتعصب عليك، مش هيبقى عنيف معاك، مش هيضربك، مش هيشتمك، مش هيعمل الكلام ده، بس هيكرهك في حياتك وهيكرهك في نفسك بطريقه تانية لدرجه ان انت تبقى عايز تنتحر كده، اللي هو يا ريتني ما كنت عملت كده، ده ايه ده، هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده، دي كانت غلطه حياتي لما جيت ناحيه برج الثور. فحذره بقى من برج الثور، وهو بقى ايه، هو صبور شويه، يعني مش هيخبطك من اول خبطه، لا الثور هياخد منك اول خبطه وهيعديها، مش هو مش يعني مش بيقلب بسرعه، تاني خبطه وهيبدأ يشيل جواه بقى، يشيل شوية حاجات كده جواه، تالت خبطة هيبدأ بقى يقولك لا تعالى لي بقى، انت عملت واحد واتنين تلاتة، بيحصل عنده alert كده اللي هو this is not accepted، ده مش كلام محترم او accepted بالنسبة لي، انا اسف جدا، انا out من العلاقة دي. فهتحس ان هو بقى out، بس هيوريك الاوت اللي بجد. فيعني ده هو من الابراج اللي انتقامها صعب جدا جدا. طيب يبقى احنا كده قلنا اربعة، رقم خمسة من الابراج الانتقامية جدا 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 اللي مش بتسيب حقها اطلاقا اطلاقا اطلاقا، برج الحوت. برج الحوت هادي وطيب وجميل ولطيف، بس دايما احذروا من الابراج اللي بتفكر في قلبها، لان الابراج دي انت لما بتجرحهم وسنسيتيف وحساسين جدا، فممكن تضايقهم بطريقه مش قويه. هما الحاجات دي الدراما بتشتغل بقى، وفجاه الدراما بتفضل تكبر 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 تكبر، وهوب تلاقيهم يقول لك لا ما انا مش انا مش لست انا هذا الموقف، يا جماعه انا مامتي حوت، انا مامتي مش انا اصلا يعني لا انا 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 انتقاميه، مامتي سوري ماما ابراج ما تسكتش عن حقها خالص. فالحوت نو واي نو واي نو واي يسكت عن حقه، وهيجيب حقه، يعني هيجيب حقه، والحوت بروتكتيف قوي، يعني لان انت بتبقى جرحته، فالجرح ده بيبقى عمال يقطع فيه، بيقطع، عارفين انا بتقطع من جواه، هو بيبقى بيتقطع، مع ان الموضوع ممكن يبقى بسيط جدا وسهل جدا مش قوي قوي، بس هو بيكبره جوه نفسه، بيكبر الموضوع ده قوي، فبالتالي هو يعني هو بيحس كده ان انت لا انت جيت عليا قوي، وانا this is not acceptable. والحوت بقى هتلاقي انتقامه عنيف، انتقامه شرس بقى، ويفضل بقى ايه عايرك، يفضل يجيب لك من اول وجديد كل شيء، يقول لك فاكر لما انت، هو ما بينساش، يعني انت ممكن تعمل حاجه مع الحوت يفضل يفكرك فيها من ايام ما كنت خمسه ابتدائي، والله انا مامتي بتقولي فاكره لما كنت في رابعه ابتدائي وكسرت الفازه، الفازه اللي بنت حضرتك كسرتها دي ب 1500 جنيه، مامتي تعمل معايا كده، لا انا مامتي بتقعد تفتكر لي حاجات اقسم بالله العظيم من وانا طفله، وتقعد تقول لي انت اصلا مش محترمه. يا ماما ده انا كان عندي 3 سنين يا ماما، عادي انا قلت والله بجد. فما بينساش زيه زي الطور في الحته دي، مش بينسى، العقرب برضو مش بينسى الاذيه، يعني عقرب وحوت والعقرب والحوت يعني هما كلهم مش بينسوا على فكره، يمكن الوحيد اللي لما هياخد حقه هينسى القوس، الحمل كمان مش بينسى الاذيه دي، بيفضل شايلها لك، مع انه بياخد حقه بس برضو هيفضل شايلها لك. الحب بقى هيفضل شايلها لك، وانتقامه صعب، وانتقامه برضو على البطيء، الانتقام البطيء، وقماص بقى، يعني هو ده ممكن يزعل منك خلاص انت عملت حاجه، وياخد حقه يزعل منك كمان، يعني مثلا مش هياخد حقه خلاص تتصالح وانصفى، لا ده هو هياخد حقه وقتي او بعد فتره وكمان يزعل منك، وممكن يكون هو الموضوع مش مستاهل اي حاجه. وبعدين هو يكبره كتير قوي قوي. طيب سادس برج من الابراج الاكثر انتقاميه التي لا تترك حقها ابدا ابدا ابدا، كانسر، السرطان. السرطان قلت برضو ان هو برج مائي او برج رومانسي، برج عاطفي، فبالتالي هو بيبقى حساس جدا، فبالتالي هو برضو السرطان عصبي جدا جدا، مع ان هو هادي في الطبيعه، ومش يعني ما يديش الامبريشن هو بقى عصبي، بس السرطان انتقامي، ما بيسيبش حقه، وانتقامي بعنف، انتقامي بقوه، يمكن اكتر من الحوت كمان، بس هما الاثنين نفس الليفل، يعني انا ممكن اقول ان هما الاثنين نفس الدرجه. فالحوت والسرطان من الابراج الاكثر انتقاميه بشكل مش طبيعي. السرطان بقى ممكن يسيبك سنين وسنين وسنين لحد ما يجي تقع تحت ايده، ساعتها يقوم ترك خبطك. الطور كده برضه، الطور هيسيبك 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 لحد ما يبقى عارف ان هو هينشن عليك كده ترك صح، الطبقه هتيجي في قلبك توقعك، هيعمل كده. فهم من ابراج الصبوره، يمكن السرطان صبور فاخدان حقه اكتر من الحوت، الحوت عنيف متسرع اكتر من السرطان، السرطان على هادي يا زبادي كده، اللي هو لا خالص انا قاعد وانت انا عايش وانت عايش وحقي هيجيلي هيجيلي،
اقسم بالله العظيم انا عندي حد من صحابي سرطان، هو ممكن ياخد فعلا حقه بعد سنين ويفضل حاطط الموضوع في دماغه. السرطان شيال جدا جدا ما بينساش، ومشكلة ان هو بيكتم جواه وبيسكت. يعني مثلا في ابراج لما تزعل منك او تتضايق منك تيجي تقول لك انت عملت وسويت وانا معترض وانا احتج و this is not acceptable. السرطان مش كده، السرطان هيقعد يخزن وانت مش عارف اصلا هو زعلان من ايه، مش عارف اصلا انت عملت ايه، مش عارف ايه مشكلتك. لا هو بيبقى شايف كده وعمال يحمل وعمال يحط على نفسه، وفي الاخر انت قاعد مش فاهم اي حاجه وهو مش طايقك ومش طايق حياتك وانت مظلوم يعني. طيب دول اكتر 6 ابراج انتقاميه توب 3. عايزاكم تتوقعوا توب 3 وقولوا لي مين الابراج الانتقاميه اللي انتوا اتعاملتوا معاها، وقولوا لي متفقين معايا ولا لا. انا بشوف توب 3 عقرب طبعا نمبر 1، نمبر 2 التور، اوكي نمبر 3 الكانسر. دول اكتر 3 ابراج انتقاميين جدا جدا. يعني لو يليهم هيبقى يليهم على طول حمل وقوس يعني. بس دول الحمل والقوس دول يا جماعه انتقام وانتقام اهبل. ليه بقى؟ لان هم عصبيين فبينتقموا من غير تفكير دايما. مش الحاجه اللي بتيجي بسرعه رد الفعل السريع ما بيبقاش بعد رد، لان ده رد فعل متهور. هو ممكن دول يندموا ويقعدوا يعني 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 يجوا يقول لك احنا غلطانين، اما التانيين دول لا 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 جاركم الله يعني. يعني انا في حد بيقول لي طب مين بعديهم؟ بعديهم وكيجي جوزاء طبعا. جوزاء ودل دول برضو انتقاميين ما بيسيبوش حقهم اطلاقا يعني. بس مش زي دولت يعني، دول هم خلاص طب 6 اللي انا قلتهم دولت. بشكركم وقولوا لي بقى يا جماعه مين اكتر الابراج الانتقاميه. هعمل لكم فيديو تاني اقول لكم بقى مين الابراج اللي مش انتقاميه خالص ويعني بيسيبوا حقهم، او مش بيسيبوا حقهم بيكبروا دماغهم يعني. هم شايفين ان انا 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 اعلى من كده بكتير، او اي دونت كير يعني انا ماشي في طريقي. وتلاقيه انتقم منك ان هو يبقى احسن منك، يبقى حاطط التشالنج ان هو يخليك تندم على اللي انت عملته عشان هو از بيتر او شي از بيتر. اما في ابراج كده انتقام عندهم صعب قوي. قولوا لي بقى انتوا متفقين معايا ولا لا، قولوا لي بتتابعوني من فين، وقولوا لي انتوا برج ايه، وقولوا لي انتوا برج انتقامي ولا لا. انا كرشا انا برج العذراء، انا مواليد 3/9 يعني انا عذراء عذراء، انا مش انتقاميه خالص يعني. انا لو حد عمل لي حاجه مش يعني انا ممكن بس ساعتها اقول ان انا متضايقه او ان الموضوع مزعلني، اما ان انا بقى بتكتك واعمل اي دونت كير يعني. الموضوع انا عندي حاجات كتير اهم في حياتي من ان انا انتقم من شخص اهبل اصلا، او انا اي دونت كير يعني. فانا مش بنقول لا، بس لو حد ضايقني في الكلام يعني، لو هو حد يعزني يعني حد مهم عندي هعاتبه، لو حد مش مهم اصلا او الاجنور يعني. الحاجه ممكن اللي انا بس ما اسكتش عليها لو شفت حد بيظلم حد قدامي، دي حاجه انا نو اكسبت ساعتها بتدخل. اما اللي هو لو انا حد يعني هرد، بس مش هبقى بقى عنيفه خالص زي الحمل والقوس، ولا هبقى برضو عماله تكتك. بالعكس انا مش بس هبقى فاكره ان الانسان ده حطاه في دماغي ان هو عمره ما هيرجع لنفس يعني، يعني مرتبته عنده هتقل عندي هتقل يعني. الشخص ده مش هيبقى زي الاول، بس مش هفكر فيه مش ههتم. انا شخص عملي اكتر او منطقي اكتر، ههتم ان انا اخليه يندم في يوم من الايام ان هو عمل معايا كده، بس مش هبقى عايزه انتقم بقى واخد حقي والكلام ده نهائي. قولوا لي يلا انتوا قصصكم تحت، وعايزه كلكم تكتبوا لي في الكومنتس رايكم. ثانك يو.